دولة القانون يؤكد التزام العبادي بآلية الاستحقاقات السابقة للكتل السياسية والأحرار، تقول إنها ستنسحب من الحكومة بعد انتهاء مدة 45 يوما. مكتب الصدر يصدر توجيهات بشأن الاعتصامات وتنظيمها، ويدعو لمشاركة جميع العراقيين والتعاون مع القوات الأمنية وعدم الاحتكاك بها. النزاهة النيابية تعلن هدر وتهريب 500 مليار دولار إلى خارج العراق، وتبدي موافقتها لشمول المفسدين بالعفو العام شريطة استرجاع الأموال. انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير جزيرة الخالدية، ومكافحة الإرهاب يحاصر هيت ويخلي آلاف الأسر النازحة بعد سيطرته على تقاطع العقبة. أهلا بكم إلى هذه الجولة الأخبارية من المدى. أكدت كتلة دولة القانون النيابية عدم رغبة رئيس الوزراء حيدر العبادي خرق آلية الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الوزارات، وأوضح النائب عن الكتلة صادق اللبان أن التغيير الوزاري لا يكون شاملا، وأن العبادي لا يرغب بخرق آلية الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الوزارات على الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات السابقة، مبينا أن في حال وجود ضرورة للمصلحة العامة فمن الممكن ترشيح أسماء تكنوقراط مستقلة خارج الحصص. كشف القيادي في اتحاد القوى الوطنية النائب أحمد المشهداني أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أبلغهم بأن رؤيته للتغيير الوزاري يكون جزئيا جوهريا. المشهداني قال إن العبادي فاجأنا خلال اجتماع الأمس بأنه يريد السماع من اتحاد القوى عن الوزراء الذي يرغب بتغييرهم، مشيرا إلى أن الاتحاد ليس مسؤولا عن الكابينة الحكومية ليفعل ذلك. أوضح المشهداني أن الاتحاد تفهم من الاجتماع أن التغيير لغرض التغيير وليس لإجراء الإصلاحات. أكدت كتلة الأحرار النيابية أنها ستنسحب من الحكومة بعد انتهاء مدة 45 يوما، وفي حال عجز رئيس الوزراء عن الإصلاحات. النائب عن كتلة الأحرار عبد العزيز الظالمي ذكر أن كتلته ليست متأملة من العبادي بإجراء تغيير وزاري خلال الفترة المقبلة، وأن الحال سيبقى على ما هو عليه بسبب وجود أغلبية سياسية تسعى جاهدة للإبقاء على مربع المحاصصة السياسية، مشددا على أن كتلة الأحرار ستنسحب من الحكومة في حالة عدم تنفيذ مشروع التغيير بعد انتهاء مدة 45 يوما التي منحها الصدر للعبادي. هذا وأصدرت اللجنة المشرفة على الاعتصام الوطني التابعة لمكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيهات بشأن الاعتصامات وعملية تنظيمها. اللجنة وفي بيان لها أعلنت بدء التسجيل للراغبين بالاعتصام ابتداء من يوم غد الاثنين، وأن الدعوة ستشمل جميع طوائف وقوميات الشعب العراقي، مؤكدا على سلمية الاعتصامات وعدم حمل أي نوع من أنواع الأسلحة أو رفع أي صور أو شعار غير العلم العراقي. أوضحت اللجنة في بيانها أنه سيتم تحديد أعداد المعتصمين وفترة مكوثهم في خيم الاعتصام ليتسنى استبدالهم بأعداد أخرى من المسجلين لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن للمشاركة في الاعتصام، فيما دعت إلى عدم الاحتكاك بالقوات الأمنية بل التعاون التام معها لأجل حماية المعتصمين. ائتلاف دولة القانون حذر من إمكانية استغلال الخلايا الإرهابية النائمة للاعتصامات أمام بوابات البنطقة الخضراء لإثارة الفتنة، داعيا لأن تقام بالأماكن العامة التي لا تعطل عمل الأجهزة الأمنية ودوائر الدولة. النائب عن الائتلاف عبود العيساوي دعا الجميع إلى الخشية من إمكانية استغلال الخلايا الإرهابية النائمة للاعتصامات لإشعال شرارة الفتنة، مؤكدا تأييد الائتلاف للتظاهرات السلمية ومطالبها للضغط على الحكومة والأطراف السياسية وحثها لإنجاز الإصلاحات ومحاسبة المفسدين شريطة أن تكون في الأماكن العامة التي لا تعطل الحياة أو عمل الأجهزة الأمنية ودوائر الدولة. من جانبه نفى ائتلاف المواطن وجود أي خطر بالاعتصامات المقبلة، مؤكدا أنها ستقام أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء بالاتفاق مع الحكومة والجهات الأمنية. عضو الائتلاف حبيب الطرفي أكد أن الاعتصام والتظاهر للتعبير عن الرأي حق مشروع للمواطن العراقي، عدا أن المعتصمين يعملون جيدا على درء الخطر وحساسية الموقف، لذلك بادروا لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالتعاون مع القوات الأمنية. تظاهرات سلمية ومن ثم اعتصامات عند أسوار الخضراء
كلها جاءت نتيجة لسياسة تسويف المطالب الشعبية التي نادى بها المواطن منذ أشهر عدة. فغياب الجدية في تحقيق الإصلاحات كان سبباً وراء غياب ثقة الشارع بالحكومة التي ما تزال متمسكة بنظام المحاصصة. تحول سير الاحتجاجات الشعبية من مرحلة التظاهر إلى الاعتصام عند أبواب المنطقة الخضراء ابتداء من الجمعة القادمة، خطوة يجد فيها نواب انعكاسا للمماطلة والتسويف الذي رافق عملية الإصلاح منذ الإعلان عنها قبل أشهر ولم يتغير شيء. بالتأكيد عملية التأخير المماطلة والتسويف التي رافقت عملية الإصلاح خلال الفترة الماضية جعلت من الشارع في حالة غضب وثوران مستمر، وبالتالي اليوم الشارع بدأ غير مستعد لأن يسمع كلام بل يريد فعل على أرض الواقع. يعني حقيقة مؤشر عند كل الكتل السياسية، عند الرأي العام العراقي، عند الجماهير الغاضبة أنه الإصلاح لم يأتي بشيء جديد، على العكس من ذلك تماما، لا زال الفاسدين يتربعون على عروشهم في مؤسسات الدولة، ولا زالت مؤسسات الدولة في حالة انهيار تام، لا زال التردي في الوضع الخدمي والصحي والمجتمعي موجود وبشكل كبير جدا. وبحسب نواب فإن حجم الفساد والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي يتطلب وقتا كبيرا لإحداث التغيير الذي يساهم في تحقيق إصلاح حقيقي يلامس طموح المتظاهرين. نحن نعلم بأن الإصلاحات لا تأتي بيوم وساعة واحدة، وخاصة حسب ورقة السيد رئيس الوزراء الأخيرة والشروط والواجبات الملقاة على من يمثل الوزارة، هذه تتطلب اختبارات كثيرة وشكلت لجان من أجل دراسة هؤلاء المتقدمين ومسألة الابتعاد عن المخاصصة والطائفية حتى ولو كان المرشحين من الأحزاب. دخول الاحتجاجات مرحلة الاعتصامات انتقالة ستدفع بحسب مراقبين عجلة الإصلاح التي تراوح مكانها في ظل اختلاف الإرادات السياسية طيلة الفترة الماضية على آلية التغيير الوزاري المطروح على المشهد السياسي منذ فترة ليست بالقليلة. من بغداد، صالح الطيب، المدى. تباينت الآراء في ميسان بشأن دعوة رئيس الوزراء الكتل السياسية لترشيح أسماء تكنوقراط لتشكيل الوزراء الجدد، فالبعض وصفها بالمخيبة للآمال كونها ستأتي بوزراء من الأحزاب السياسية، فيما أبدى آخرون عدم الثقة بإجراء الإصلاحات داعين إلى اللجوء لخيار الاعتصام أمام المنطقة الخضراء. دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية إلى ترشيح أسماء التكنوقراط لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة التي يراد تشكيلها، هذه الخطوة لاقت ردود أفعال متباينة في الشارع الميساني، فالبعض وجدها مخيبة للآمال كونها ستأتي بوزراء من الأحزاب السياسية، فيما دعا آخرون إلى إجراء انتخابات مبكرة لعدم ثقتهم بخطة الإصلاح الحكومي. الذي حدث أن رئيس الحكومة طالب الكتل السياسية بأن تقدم مرشحها، وهذا سوف يعودنا إلى المربع الأول، لأن هذه الكتل سوف ترشح أشخاص من نفس الأحزاب والكتل الحاكمة الموجودة على الساحة منذ أكثر من 13 سنة. الإصلاحات الجذرية تعتقد من البعيد تحقيقها في هذه الفترة، ويبقى الأمل قائما على ضغط الجمهور من أجل تغيير شامل وجذري عبر صناديق الانتخابات. يعني نؤمن بإجراء انتخابات مبكرة ليأسنا الكامل من قيام السيد العبادي بالإصلاح. ووصف مراقبون دعوة زعيم التيار الصدر المتظاهرين إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء بالخطوة الجيدة التي من شأنها زيادة الضغط وبقوة على الحكومة والكتل السياسية لتحقيق الإصلاحات الشاملة والجذرية وعدم تسويف مطالب الجماهير. ما دعا إليه السيد مقتدى الصدر هي خطوة إيجابية تعد ورقة ضغط على الحكومة، هذه الخطوة سوف تدفع الحكومة لإقامة حكومة تكنوقراط والإسراع في عملية التغيير. ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التظاهرات الأسبوعية التي تطالب بإصلاحات جدية للتصدي للفساد الذي ينخر في جسد البلاد وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة. أحمد كريم، المدى، ميسان.
أكد كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أولويات كردستان، مبينا أن الإقليم سيستعد بعد ذلك إلى إجراء الاستفتاء حول تقرير المصير. محمود أشار إلى أن حكومة الإقليم تعمل على تطبيق الإصلاحات خصوصا المتعلقة بالفساد المالي والإداري لتجاوز الإقليم أزمته المالية والسياسية، مشيرا إلى أن كردستان ستستعد بعد هذه الخطوات إجراء الاستفتاء حول تقرير المصير. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن هدر وتهريب 500 مليار دولار إلى خارج العراق بسبب الموازنات السابقة. وأوضح عضو اللجنة عادل نوري أن هناك ما يقارب 500 مليار دولار من مجموع موازنات البلاد منذ 2003 حتى 2016 هدرت بعشرات ملفات الفساد المالي والإداري وهربت خارج البلاد، مبينا أن لجنة النزاهة وضعت آليات جديدة للتضييق على الفاسدين والعمل المشترك مع الجهات المعنية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج. من جهة أخرى، أعلنت لجنة النزاهة النيابية موافقتها على شمول المفسدين والصادرة بحقهم أحكاما بتهم الفساد والاختلاس المالي بالعفو العام، مشترطة استرجاع الأموال التي اختلسوها. عضو اللجنة أردلان نور الدين ذكر في تصريح صحفي أنه من أجل الحفاظ على الحق العام للدولة وللمواطن فإنه يجب أن يتم استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من قبل المفسدين قبل إطلاق سراحهم بموجب قرارات العفو العامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لإعطاء الفرصة لتصحيح الخطأ أمام أي شخص سولت له نفسه في الفترة السابقة بارتكاب الفساد بحق المواطنين. أعلنت وزارة التربية إحالة أكثر من 500 قضية في الوزارة إلى التحقيق بعد أن سجلت العديد من المخالفات داخل المدارس والمديريات خلال العام الماضي. الوزارة في بيان لها أكدت أنها لن تتهاون في الرصد والتحقيق وإصدار العقوبات اللازمة بشأن ملفات الفساد الإداري والمالي، مبينة أنها تمكنت أيضا من استرجاع نحو 8 مليارات دينار. رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية تأجيل تشريع قانون التجنيد الإلزامي إلى العام المقبل. عضو اللجنة ماجد الغراوي ذكر في تصريح صحفي أن هناك توافقا ما بين الحكومة ومجلس النواب من أجل تشريع قانون التجنيد الإلزامي، عدا إياه أحد البوادر الأساسية التي ستصب في مصلحة الأجهزة الأمنية وخاصة وزارة الدفاع على اعتبار أنها تحتاج إلى إعادة النظر في مقومات نجاحها. أضاف الغراوي أن هناك بعض العراقيل التي من المحتمل أن تطال القانون أثناء تشريعه على اعتبار أنه يحتاج إلى موارد مالية وبنى تحتية. أعلنت عضو اللجنة القانونية البرلمانية حمدية الحسيني أن متلفو الآثار لن يشملوا بقانون العفو العام. وأوضحت الحسيني أن قانون العفو العام لا يزال قيد المناقشة في داخل أروقة مجلس النواب ولم يتوصل إلى صيغته النهائية بعد، بينة أن إقرار القانون متوقف على توافق رؤساء الكتل عليه وحل بعض النقاط الخلافية. وأشارت الحسيني إلى أن أهم الخلافات بين الكتل السياسية هو شمول أو استثناء المحكومين بالمادة 4 إرهاب من قانون العفو العام. إلى التطورات الأمنية، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن جميع مناطق محافظة الأنبار ستحرر خلال الأيام القليلة المقبلة. الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في الأنبار بهدف الاطلاع على أوضاع المحافظة دعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في إعادة إعمار المحافظة والعمل على استقرارها. انطوت الصفحة الأولى اللي تتمثل بعملية التحرير لهذه المدينة، وأيام قليلة قادمة إن شاء الله تتحرر كل الأنبار، كل المناطق المتبقية بجهد القوات الأمنية والعسكرية وجهد التحالف الدولي والمتطوعين من أبناء العشائر. دعوة إلى المجتمع الدولي حتى يلتفت إلى مقدار الخراب اللي أصاب هذه المحافظة وأن يساهم بجهد كبير في عملية إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار
بإعادة البنى التحتية بشكل واضح. الجبوري أشار إلى أن أوضاع الأنبار الحالية جاءت نتيجة الخلافات السياسية التي شهدتها المحافظة في السنوات الماضية. دعوتنا مرة أخرى إلى أبناء المحافظة وبالتالي أصحاب الحكمة وأصحاب الرأي السديد أن يفعلون دورهم في إزالة كل الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون وأساسها الوئام ونبذ كل الخلافات السياسية والاجتماعية، لأن هذه الخلافات أوردت المحافظة ما رأيناه من وجود الإرهاب ومن وجود النازحين. من جهته دعا محافظ الأنبار صهيب الراوي إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق، وأكد الراوي أن إعادة إعمار المناطق المحررة تحتاج إلى جهد دولي كبير. إعمار المحافظة يحتاج إلى جهد دولي كبير. نحن نتكلم الآن عن إعادة استقرار أولي لكي ندعو المواطنين للعودة إلى مناطقهم. أما مشروع الإعمار فهو مشروع كبير، هناك صندوق لإعمار المناطق المتضررة وهو يعمل بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والرئاسات الثلاثة لعقد مؤتمر دولي لإعمار المناطق المتضررة، وأكيد الأنبار ستكون مشمولة بهذه الخطة. إلى ذلك أكد قائد عمليات الأنبار اللواء ركن إسماعيل محلاوي مواصلة العمليات العسكرية في عموم مناطق المحافظة وتحقيق الانتصارات في القطاع الغربي، مبينا أن هناك خططا لتطهير جميع الأراضي من تنظيم داعش. العمليات العسكرية مستمرة ونحقق تقدم كل يوم وتحرير مزيد من الأراضي والتغلب على عناصر داعش الإرهابية. في شمال الرمادي القطاعات تجاوزت منطقة الحامضية وهي الآن باتجاه مناطق البعبيد والببالي، واليوم الآن معركة تدور في تلك المنطقة وتغلبنا على عناصر داعش الإرهابي، إضافة إلى المحور الغربي قطاعات في قاطع غرب الرمادي تتقدم في مناطق أبو طيبان وزنقورة والقرية العصرية، والآن هي تقترب من منطقة العقبة، وهناك خطط أخرى لتطهير كل الأراضي التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. هذا وأعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء الخلدية علي داود انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير جزيرة الخلدية بعد إتمام المرحلة الأولى منها بنجاح. داود أضاف أن قوات الفرقة العاشرة والثامنة وجهاز مكافحة الإرهاب فضلا عن الإسناد الجوي تشارك في هذه العمليات، مبينا أن العملية ابتدأت من مناطق البعبيد والببالي والحمضية التي تم تطهيرها في وقت سابق، لافتا إلى أن تحرير الخلدية مهم لأنه سيوقف هجمات التنظيم في الرمادي بالكامل. إلى ذلك أكدت خلية الإعلام الحربي أن قوات مكافحة الإرهاب حاصرت قضاء هيت من الجنوب والشمال بعد أن سيطرت على تقاطع العقبة غربي الأنبار. الخلية في بيان لها ذكرت أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرت على تقاطع العقبة شمالي غربي البو طيبان غربي الأنبار، موضحة أن القوات قامت بمحاصرة هيت من الجزء الجنوبي والشمالي. وأضافت الخلية أن آلاف العوائل من هيت وكبيسة نزحت باتجاه القطاعات العسكرية بعد وصول قطاعات مكافحة الإرهاب إلى تقاطع العقبة. من جهتها كشفت اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار انسحاب غالبية عناصر تنظيم داعش من مدينة هيت وناحية كبيسة غرب الرمادي. وأوضح عضو اللجنة راجع بركات أن غالبية عناصر داعش الإرهاب انسحبوا من مدينة هيت وناحية كبيسة التابعة لها مع عوائلهم إلى مدينتي بيجي والقائمة، مبينا أن الانسحاب جاء بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها داعش في المعارك الدائرة في الأنبار. يأتي هذا في وقت تتهيأ فيه قوات الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب البدء بعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير منطقة البوشليب غربي مدينة الرمادي خلال الساعات المقبلة. المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح نعمان أشار إلى أن قوات الذهبية حققت خط تماس عسكري مباشر بين منطقة زنقورة ومنطقة البوشليب غربي الرمادي، لافتا إلى أن الجهد الهندسي التابع للجهاز يواصل رفع العبوات الناسفة من المناطق المحررة في زنقورة استعدادا لتحرير البوشليب والقضاء على داعش فيها. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابي أن بقاء مدينة الفلوجة في الأنبار بيد تنظيم داعش يؤثر سلبا على عمليات التهيئة والتحضيرات الخاصة بعمليات تحرير مدينة الموصل،
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي أن التوصيات التي أعلنت عنها لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من خلال لقائها بالقيادات الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة أكدت ضرورة استكمال وتحرير الفلوجة. وأضاف الغراوي أن وجود المدنيين داخل المدينة واستخدام داعش لهم دروعا بشرية يعد عائقا أمام استكمال عمليات التحرير والتباطؤ في تلك العمليات. أكد رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أن وجود الحشد الشعبي بمعركة نينوى سيعرقل عملية تحريرها. بيان لمكتب النجيفي أوضح أن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بحث خلال لقائه سفير إيطاليا في العراق ماركو كارنيلوس الجهود والتحضيرات الجارية من أجل تحرير مدينة الموصل، مبينا أن مشاركة الحشد في المعركة سيعرقل سيرها بسبب الأخطاء التي ارتكبها بعض المنضوين تحت لواء الحشد في مناطق مختلفة. أمنيا أيضا، إذ أفاد مصدر أمني أن 12 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا بقصف مدفعي شمالي الموصل. وأوضح المصدر أن مدفعية قوات البيشمركة قصفت رتلا تابعا إلى التنظيم في قرية بحزاني التابعة إلى ناحية بعشيقة، مبينا أن القصف أسفر عن مقتل 12 عنصرا من التنظيم وتدمير الرتل بالكامل. كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني قيام تنظيم داعش بتفجير منازل تابعة لمواطنين شبك نازحين شمالي الموصل. وأوضح مسؤول الإعلام في الحزب سعيد موموزيني أن عناصر التنظيم أقدموا على تفجير 16 منزلا تعود للعوائل النازحة من الشبك في قرية بازوايا التابعة إلى ناحية بعشيقة، مبينا أن عناصر التنظيم سرقوا محتويات المنازل قبل تفجيرها. أعلنت إدارة قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين استعداد أبناء القضاء والنازحين والمتطوعين في صفوف القوات الأمنية لعملية تحرير القضاء. وأوضح قائم مقام الشرقاط علي أدودح أن القوات الأمنية تراوح على محيط القضاء منذ أكثر من 6 أشهر دون التحرك شبرا واحدا صوبه من أجل تحريره من داعش، مبينا أن القضاء يعاني وضعا إنسانيا وأمنيا صعبا بسبب قيام التنظيم بحملات إعدامات في صفوف المدنيين بغية إرعابهم. وصل خبراء أمريكيون وألمان إلى ناحية تازة لمعاينة آثار قصف تنظيم داعش بغاز الخردل. مدير ناحية تازة خور ماتو حسين عادل أكد أن كل حي من أحياء الناحية استهدف بصاروخ يحمل غاز الخردل السام، مشيرا إلى أن إمكانية تحرير بشير التي يسيطر عليها داعش وتشكل مصدر إطلاق الصواريخ خلال أيام شريطة وجود تنسيق بين قوات البيشمركة والحشد التركماني وإسناد جوي. وكانت لجان طبية إيرانية متخصصة قد توصلت إلى حقيقة استخدام أسلحة كيماوية في ناحية تازة بعد إجرائها فحوصات مختبرية، فيما أكد مواطنون أعداد المصابين بهذه الغازات السامة في حالة تزايد مستمر بسبب استمرار القصف. بعد أن تعرضت ناحية تازة التابعة لمحافظة كركوك بصواريخ تحمل مواد سامة كغاز الخردل المحظور دوليا وإصابة العشرات من الأهالي من جراء تلك الاستهدافات، أكدت لجان طبية متخصصة وفدت إلى الناحية من جمهورية إيران أن الحالات التي تم فحصها تشير إلى استخدام غازات كيميائية في الصواريخ التي سقطت على الناحية. نحن الوفد الطبي الإيراني وصلنا اليوم إلى ناحية تازة لإغاثة ومعالجة المواطنين المصابين من جراء استهدافهم بالأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، ومن خلال الفحوصات والمعاينات الأولية ظهرت آثار وأعراض غازات سامة من نوع خردل. أهالي ناحية تازة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يعانون من أعراض الضربات الصاروخية السامة التي استهدفتهم، وبدت الحالات تزداد يوما بعد آخر. حتى اللحظة الأطفال والمواطنين قاعد يترددون على المستشفى ويشوفون بعينكم انتو، وجت وفود إيرانية ولجان طبية بس يريد الأكثر ويريد حل هاي القضية يعني. وبالنسبة هسه اللجان الطبية اللي جتي حددت بأنه هذا طلع غاز كيميائي يسمى الخردل. إيش ده بس شلون ريحة يعني كلش هاي يعني من ذيك اليوم صدرنا طبعا أبد ما شايفين يعني صحة إحنا والجهال هاي
هم من حماتهم من كلهم يعني يعانون من هاي نفس الحالة. خاف من الرعب عايشين. اي والله والقلق. نريد فتح يعني هاي. منتسبو المركز الصحي في ناحية تازة انتقدوا دور وزارة الصحة لعدم تأمين العلاج الكافي للحالات المصابة وتنصلها عن إرسال فريق طبي إلى الناحية لتقصي الحقائق. حاليا مستلزمات مالنا كلش قليلة، فضغط علينا هواية، فنريد من الحكومة يعني لحد هسه من وزارة الصحة أي وفد أي شيء أي دعم ما عندنا، بس دائرة صحة واقف ويانا. حمزة السعداوي، قناة المدى، كركوك. طلب نواب تركمان المرجعيات الدينية والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بإغاثة أهالي ناحية تازة في كركوك وتدويل قضيتهم جراء الكارثة الإنسانية التي لحقت بهم من خلال استهدافهم بالأسلحة المحرمة دوليا والتي أدت إلى إصابة المئات من مواطني الناحية. على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه المكون التركماني في العراق الذي تعرض إلى الضربة بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا وذلك من قبل عصابات داعش، داعيا وزارة الصحة العراقية إرسال كوادر طبية متخصصة لعلاج الحروق الكيميائية. واليوم هناك مداولة حقيقية جدية في القيادة العامة للقوات المسلحة أن تتخذ قرارها الحاسم في تحرير بشير، وإن لم يتمكن الحكومة وعجزت الحكومة العراقية سوف تبقى معاناة التركمان في هذه المناطق وتدفع ضريبتها المكون التركماني في هذه الفاجعة الكبرى التي لا تختلف عن فاجعة حلبجة. تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على امرأة كانت تروم تفجير نفسها في إحدى نقاط التفتيش الثابتة شرقي كركوك، وذكر مصدر أمني أن الانتحارية بدت عليها علامات الارتباك مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكبيلها على الفور وتفكيك الحزام الناسف الذي كانت ترتديه، مشيرا إلى أن الانتحارية نقلت إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معها ومعرفة الخلية التي تنتمي لها وكيفية وصولها إلى نقطة التفتيش. 8 أطنان من المتفجرات هي الكمية التي كانت موجودة بشاحنة نقل قادمة من منطقة طرابيل باتجاه النخيب وبغداد، لتكشف الأجهزة الأمنية خلال مؤتمر صحفي عن أنواع هذه المواد والإرهاب الذي كان يقود العجلة. رغم الأسلوب الجديد الذي اتبعته التنظيمات الإرهابية في العراق بنقل كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والصواريخ ما بين المحافظات، إلا أن المعلومة الاستخباراتية الاستباقية كانت حاضرة لمنع دخول شاحنة نقل تحمل مواد متفجرة قادمة من منطقة طرابيل باتجاه النخيب وبغداد. استنادا لمعلومات مصادر المديرية وبالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط ومديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب كربلاء، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط شاحنة في منفذ النخيب. قام الإرهابيون بتحويرها وتطويرها وعمل مخابئ في بدن الشاحنة لإخفاء المواد والحيلولة دون اكتشافها من قبل الأجهزة الأمنية. إن الشاحنة كانت تروم الدخول إلى العاصمة بغداد لغرض تنفيذ عمليات إرهابية فيها. وبحسب محللين إن إلقاء القبض على هذه العجلة وسائقها كان نتيجة تعاون القطاعات الأمنية ومصادرها بتعيين الحالات المشبوهة. هذه الكميات من المتفجرات التي يقدر وزنها 8 أطنان كانت تكفي لتجهيز أكثر من 100 عجلة لتفجير وقتل المواطنين في العاصمة بغداد. إلقاء القبض عليها والاستيلاء عليها وإيقافها هذا يعني أن هناك جهدا استخباراتيا فنيا واقعيا من لدى مديرية الاستخبارات العسكرية ومن لدى الأجهزة الأمنية المرابطة وتعاون مطرد وواضح بين الأجهزة الاستخباراتية فيما بينها أدى إلى إلقاء القبض على هذه السيارة. مجرد دخولها إلى منطقة النخيب تم إلقاء القبض عليها باعتبار أنها داخل حدود السيطرات الأجهزة الأمنية والماسكة الأرض هناك، وأعتقد أنه هذا يدلل على أنه الضربات الاستباقية هذه تمثل صورة من صور هذه الضربات الاستباقية. وتبقى حياة المواطن مرهونة بسرعة العمليات الاستباقية في إلقاء القبض على العناصر الإرهابية، وإلا فإنها ستكون بشكل دائم معرضة للخطر في ظل عدم جدية الحكومة العراقية
بالاعتماد على أجهزة كشف المتفجرات أو التعاقد مع دول سبق وقدمت عروضاً للحد من ظاهرة انتشار هذه المتفجرات وتنقلها ما بين المحافظات. من بغداد، منير الجبوري، المدى. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن عزمها تسليم العراق من تعتقلهم من قيادات داعش على أراضيه، مؤكدة إمكانية قيام قواتها التحقيق مع أولئك المعتقلين عند الحاجة لذلك. قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق الكولونيل ستيف وارن أن العراق سيتولى مهمة احتجاز العناصر القيادية من تنظيم داعش الذي تعتقلهم قوات العمليات الخاصة الأمريكية على أراضيه، معربا عن ثقته بقدرة الجانب العراقي على احتجازهم لمدة طويلة وإمكانية القوات الأمريكية ملاحقة من يهرب منهم لاعتقاله مجددا أو قتله. إلى الملف الاقتصادي، أهلا بكم. أشارت تقارير عالمية أن العراق يمتلك ما يقارب 12% من احتياطات النفط العالمي، ويحتل العراق بهذه الكمية المرتبة الخامسة من بين الدول المنتجة للنفط في العالم، حيث تأتي فنزويلا الأولى وتليها السعودية وإيران، ويأتي العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطات تبلغ 141 مليار برميل. تظاهرات تجددت مرة أخرى لطلبة الجامعات الأوكرانية التي طالبوا فيها باحتساب شهاداتهم التي ما تزال حبرا على ورقة، ورغم تعهد وزارة التعليم بالاعتراف بهذا، كما حملوا شعارات تدعو إلى إقالة المفسدين في الوزارة وأولهم الوزير. مع تصاعد حدة التظاهرات المناهضة لأداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد وبقية المحافظات، انطلق لفيف من خريجي دراسات الجامعات الأوكرانية للمطالبة بقبول شهاداتهم بعد أن أبدت الوزارة موافقتها بالاعتراف بهذه الجامعات في وقت سابق. قالوا يابا أنتم لازم تأدون امتحان كفاءة أو كذا حتى نتأكد أنهم رسالة جامعاتكم. قالوا إحنا ما هذا موضوع مو مبلغين بيه أو مو مذكور في فتح الملف. قالوا كذا ان الجامعات الاوكرانيه جامعات غير رصينه وكذا، شلون انتم ايدتوا رصانتها؟ مع ذلك صار تشكيك بقدرات الطالب انه انت شهادتك كم يشتري بفلوس او كذا او كذا، هاي الامور هذه الثانويه تنطرح علينا. اخذنا مستمسكاتنا ويعني شغله رسميه كلها، فمن طلعنا رحنا فتحنا ملف كملناه، لما رجعنا فاجئنا قالوا لنا عندكم امتحان. يعني احنا فاتحين ملف ولما طلعنا قالوا لنا ما عندكم امتحان، من رجعنا صار يعني اختلفوا علينا قالوا عندكم امتحان. فلما رحنا رجعنا شنو اليه، قلنا اليه الامتحان شنو اليه الامتحان، قالوا اليه الامتحان انه كل واحد حسب الرقعه الجغرافيه الخاصه بمحافظته يمتحن. وراها راجعنا الوزاره مره مرتين واكثر، صار لنا تقريبا راح يصير لنا سنه قالوا لنا ماكو اختصاصكم والجامعات كلها رفضتنا. المطالب لم تقتصر على الاعتراف بشهاداتهم فحسب، بل طالبوا بإخراج المسؤولين المقصرين وإقالة وزير التعليم العالي الذي عدوه المقصر الأول بأداء الوزارة. لو كان عندكم ذمة شرف وغيرة على شعبكم ما تطون ثلاث وزارات الشخصية واحدة، ليش الكفاءات ما موجودة؟ لو صح لو أنت قد المسؤولية وقد الوزارة اللي أنت تتحملها كان سمعت مطالبنا اللي إحنا 8 شهور نوقف باب الوزارة، تقلونا بعد شهر بعد 3 أيام بعد 4 أيام ولا كأنما طلاب ولا كأنما عراقيين، أنتم صحيح فاسدين والله ينتقم منكم وحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. رحنا قدمنا حالنا طلاب أنه نمتحن، ماكو آلية بسبب اختلاف اللغة، وزارة ما مخلية آلية ما تعرف شنو سوت، بس خلاص كتاب ووقعت عليه دمرت مستقبل طالب. هاي لحد اليوم صارت 3 شهور ما نزل ولا خبر، يعني مصداقية ماكو بوزارة، يعني ما أعرف تحكي وياهم تصعد وياهم يحكون ورا خشمة من ورا خشمهم يحكون وياك، يعني ما أعرف وزارة عربانشية والله ما أعرف، وحسبي الله ونعم الوكيل مثل ما ضيعت مستقبلنا. ويبدو أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء والتغيير الوزاري الذي يعتزم إعلانه في الأيام المقبلة قد يكون الشهر الثاني ضمن الأسماء المدرجة تغييرهم بحسب مراقبين، نظرا لتسنمه مناصب متعددة خلال السنوات السابقة دون أي منجز يذكر. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد.
قدمت 18 عائلة من التي تسكن إحدى المجمعات الحكومية شكوى إلى محافظة بغداد لتخفيف الديون المترتبة عليهم نتيجة تأخر دفع بدلات الإيجار منذ عام 2011. نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي أكد أن الحكومة المحلية استجابت لطلب تلك العائلات وستقوم بتقسيط المبلغ وفق الخطوات القانونية. بالنسبة لقضية الشكوى المقدمة إن من قبل المواطنين الساكنين في عمارة بالبياع واللي عددهم 18 عائلة بعد إجراء المزايدة العنانية على الشقق الموجودة اللي عددها 18 تم إحالتها على المستفيدين الساكنين أو القاطنين بهذه العمارة وبإيجار 500,000 دينار لسنة كاملة، وهناك متراكم من 2011 ل2015 تم تقسيم هذا المبلغ بواقع 5 أقساط لغرض تسديده على الأسعار اللي تم تثبيتها أو الإيجارات اللي تم تثبيتها على المواطنين المستفيدين. يسدد من 2011 ل2015 بالمليونين دينار متراكم على المواطنين، يقوم تسديده بواقع 5 أقساط، أما القسط الاعتيادي فهو 500,000 دينار لكل سنة. وكان المواطنون قد شكوا للمدى ضعف وارداتهم المالية وعدم قدرتهم على تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم، مؤكدين أن ما يحصلون عليه لا يسد قوتهم اليومي. جايين مجلس المحافظة يريدون يشوفون حل، يريدون يشيلون، احنا وين نروح؟ صحبان عوائل طالبين من عندنا مبالغ هائلة، تفهمني شلون؟ واحنا مسكنة منطقة حي العامل قدامة بيها، قاعدين بمجمع حكومي، اعتبرونا متجاوزين، بس احنا ما عندنا املاك، احنا وين نروح؟ طالبين من عندنا مبالغ 3 ملايين، جينا اليوم للمحافظة حتى نشرح قضيتنا، احنا عمارة آيلة للسقوط، عمارة تعبانة كلش، واحنا متعففين نشتغل عمالة، عطالة بطالة قاعدين احنا، يعني يوم ماكو شغل، يوم ماكو. كنا ندفع إيجارات سابقا وقطعوها من عندنا المحافظة، وهسه حاليا دا يريدون مبالغ من عندنا يعني خيالية، واحنا ناس فقراء ومتعففين وعوائل شهداء، يعني حتى ما عندنا قوت اليومي دا ناكله، يعني ما عندنا مبالغ انه ندفع لهم المبالغ اللي طلبوها من عندنا. فجينا يعني احنا هسه النائب المحافظ وحكينا بالموضوع، فقالوا على اساس انه راح نقسط لكم المبالغ الى اقساط على مود يعني انه تتمكنون من هذا تدفعون المبالغ. تم التفاهم مع السيد النائب الاول حول الشقق السكنية الكائنة في حي العامل محل 809 على صيغة حلوة، وهي الأقساط المتبقي على السنين الجاية. وإلى عالم الأناقة والجمال، حيث حظي مهرجان بغداد فاشن شو لعرض الأزياء الذي نظمته مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون يوم أمس في فندق بابل باهتمام شرائح مختلفة من المجتمع. المصممون والمشاركون عدوا مؤسسة المدى شريكا ناجحا، فيما بينوا أن إدارتها أسهمت بنجاح مثل هكذا مهرجانات صنعت الإبداع. أما الموسيقار كريم وصفي فقد اعتبر المهرجان توجها ناجحا وعطاء كبيرا وفيه احترام لمفهوم التعاون، مبينا أن إقامة هذا المهرجان يعكس الجمال والإبداع وهي تظاهرة مهمة ورائعة. وكانت المدير العام لمؤسسة المدى الدكتورة غادة العاملي ذكرت في كلمة لها خلال المهرجان أن فعاليات بغداد فاشن شو تعد نقلة نوعية في ظل الظروف التي يشهدها العراق بشكل عام، مشيرة إلى أن مؤسسة المدى هي أول من بادرت إلى استضافة دار الأزياء العراقية بعد 2003 ضمن فعاليات بيت المدى الذي يقام أسبوعيا في شارع المتنبي. مؤسسة المدى هي أول من بادر باستضافة دار الأزياء العراقية بعد 2003 في ضمن فعاليات مهرجان المدى الثقافي، بعد أن كان هنالك تخوف من كل شيء اسمه موسيقى وغناء وعروض أزياء وفتيات يعتلون المنصة ويعرضون ملابس وأي شيء جمالي وإلى علاقة بالفن، كان نوع من المحاذير ونوع من كسر التابوهات.
الحمد لله اليوم احنا بنشهد عرض مميز ومهم، واهم ما بي انه بهذه الفتره، اهم ما بي انه في قلب العاصمه بغداد، واهم ما في انه هو نتاج لمجموعه شباب مبدعين استطاعوا من خلال هذه التجربه انه اولا يعني يقدرون يقولون انه بغداد بخير، فيها شباب منتجين، فيها شباب معتمدين على نفسهم اقتصاديا وقادرين على انه يمولون مشاريعهم الصغيره بمثل هذه التجارب. وعكس مهرجان بغداد فاشن شو مشهد استمرار الحياه، كما انه اعاد لبغداد عظمتها بعد ان سعت غربان الشر الى رسم صوره سوداء لبغداد السلام. الإصرار على الحياة ومواصلة الإبداع والاستمرار في رسم لوحة الأمل لمعنى آخر من معاني الجمالة، تجسدت كل هذه الحقائق في عرض الأزياء الذي رعته مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، لتكن بغداد فاشن شو لوحة جمالية وإبداعية أخرى تقدمها المدى للعراقيين. هدفنا كقناة المدى الفضائية هو إرساء السلم الأهلي، نحن نسعى إلى إرساء السلم الأهلي، هذا أيضا يعكس جانبا إيجابيا، يمكن أن يساعد أيضا القطاع التجاري بالنهوض بسبب هذه المهرجانات التي ندعمها والتي نقيمها والتي نسعى معهم مع المنظمين منذ المرحلة الأولى في سبيل ظهورها بشكل لائق ومحترم يليق بالعراقيين ويليق بالعاصمة الثقافة بغداد. بغداد فاشن شو هي فكرتها انه نحاول انه التجربة اللي انت مريت بها كمصمم إذاعي عراقي بسفري وتنقلي كثيرا، وجدت كثير من الصعوبات، حبيت اوفر هاي البيئة مصمم إذاعي الشباب انه يقدمون افكارهم ونوفر لهم بيئة حقيقية انه كل واحد افكاره هي تعبر عن نفسه، نوفر له جو متكامل، نوفر له جمهور، نوفر له اعلام، نوفر له قاعة متكاملة من عرض الازياء على مود يطلعون افكارهم طلعات طموحاتهم، هذا ما نتمناه من بغداد فاشن شو. بغداد راح ترجع يعني عاصمة للفن والجمال والأناقة كما عهدناها طول الوقت، يعني بغداد كانت مضيئة بالجمال، وإن شاء الله هذه التظاهرة الفنية من صناعة الأزياء تعيد لبغداد مجدها يعني. عروض أزياء رائعة لشابات بملابس مختلفة عكس صورة الإبداع والقدرة على التصميم ونحت الإبداع لنساء العراق، ليكون هذا العرض إضافة أخرى لسلسلة طويلة من الحكاية العراقية الجميلة. رغم الظروف اللي مر بها بلدنا، رغم نظرة المجتمع على البنات، على النساء، على المرأة، احنا كنا شاركنا على مود نخلي بصمة للمرأة، على مود نثبت للعالم انه بلدنا بعد بخير، بلدنا بعد بأمان، العراق بلد السعادة، بغداد هي اللي تزرع السعادة، ورغم ظروفنا، رغم كل شيء على صفحة، بس احنا مو معناها نوقف عن كل شيء، لا، احنا مستمرين بالمهرجانات، مستمرين بالمسابقات وبكل شيء. وتبقى بغداد مهدا ازليا للثقافة والحضارة والفنون، والسباقة دائما لنشر السلام بألوان زاهية تستمد أصالتها من عمق حضارة وادي الرافدين. ونبقى في عالم الجمال إلى الزميلة إيناس مع أخبار الرياضة، تفضل إيناس. شكرا أسامة، أهلا أحبتي المشاهدين، أخبارنا الرياضية بعد الفاصل. من جديد، اتفق رئيس البعثة العراقية لأولمبياد ريو دي جانيرو سرمد عبد الإله مع مدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو لبدء عمله مع المنتخب الأولمبي بكرة القدم بداية شهر حزيران المقبل ولحين الانتهاء من منافسات الأولمبياد. وقال عبد الإله إن اللجنة الأولمبية حريصة كل الحرص على تذليل الصعاب وتسخير الإمكانات أمام المنتخب الأولمبي ليكون على قدر المهمة الوطنية التي أوكلت إليه بالدفاع عن سمعة الكرة العربية إلى جانب المنتخب الجزائري بشكل عام والكرة العراقية بشكل خاص في أهم محفل دولي. ذكر عضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد أن الأزمة المالية في طريقها للحل بعد أن وعدت وزارة النقل بتسليم الدفعة المالية لتوزيع القسط الأخير من عقود لاعبي الكرة نهاية الأسبوع الجاري. وقال رشيد أن هناك إصرارا من لاعبي الفريق الكروي وخاصة أهل الخبرة منهم في الاستمرار مع الفريق حتى وإن بقي الوضع المالي صعبا داخل أروقة النادي، إذ يعدون ارتداء فانيلة الفريق هو شرف لكل لاعب.
أكد مدرب كرة أمانة بغداد أحمد خلف أن فريقه يطمح إلى أن يظهر بصورة جيدة في دور النخبة ومقارعة الكبار. وقال خلف: سنستمر في إيصال الصورة الزاهية لفريقنا ونضع اللاعبين في المنافسة الحقيقية قبل دخولنا معترك المرحلة الأخيرة من الدوري. وأضاف أن إدارة النادي تعمل باحترافية عالية بالرغم من الهزات والعثرات التي تعرض لها في بداية الموسم. يواصل فريق القوة الجوية تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة الوحدة السوري ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هشام علي والتفاصيل. عندما تصل إلى نهائي بطولة كأس العراق وتتأهل إلى دوري النخبة كمتصدر لمجموعة عدها الجميع بالحديدية، فضلا عن تقديم أداء جيد وصف بالمتميز في البطولة الآسيوية، ربما هي براهين على أن نادي القوة الجوية يمر بفترة استثنائية هذا الموسم. عندنا العناصر المكملة وعندنا العناصر اللي تساعدنا أنه نستمر بثلاث بطولات. أعتقد رغم أنه الصعوبة المهمة، لكن إن شاء الله إحنا قادرين على تخطي الصعوبات، خصوصا أنه المباريات كلها راح تكون بوقت واحد وكلها مرتبطة مع بعض، يعني نهائي الكأس وبطولة الدوري وأيضا الاتحاد الآسيوي. لكن كله يهون انه خصوصا هاي المباراه اذا الله سهل وقدرنا نحقق نتيجه ايجابيه راح يكون وضعنا بالاتحاد الاسيوي وضع مطمئن. مواصله التحضيرات ما تزال مستمره، لا سيما انهم سيرحلون لملاقات الوحدة السوري في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي، وتليها منافسات بطوله دوري النخبه الذي سيجمع فرقا تتمتع بالمستوى الفني المتميز. مستعدين هذا الدوري وهذا النخبة، أو يعني دوري النخبة، وإن شاء الله إن شاء الله يصب تفكيرنا وتركيزنا على أول ثلاث مباريات، لأن مهمة وخاصة المباراة الأولى مع الميناء. فرق على مستوى عالي، المباراة تعتبر كل مباراة مباراة نهائية. أكيد إحنا فريق القوة الجوية عادين العدة يعني لهذا الدوري، وان شاء الله نحقق فشي الجمهور القوة الجوية، عازمين على لقب الدوري، وكل مباراة حنفكر بها انه مباراة نهائية، وان شاء الله نحقق نتيجة طيبة ان شاء الله. تحقيق حلم طال انتظاره بالنسبة للأندية العراقية، ألا وهو قطف كأس الاتحاد الآسيوي، هو ما يسعى لتحقيقه الجويون. من بغداد، هشام علي، المدى. اجتمع اتحاد كرة السلة في مقره قبل أيام مع رئيس وأعضاء لجنتي المدربين والحكام، وكرس الاجتماع لمناقشة الأمور الخاصة بإعداد المنتخبات الوطنية التي تنتظرها التزامات دولية مقبلة. أكد اتحاد اللعبة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الأمور المتعلقة بشؤون التحكيم التي ستسهم في إنجاح مباريات حسم لقب الدور الممتاز للموسم الحالي بين فريقي الميناء والكرخ، التي ستحتضنها قاعة الشعب المغلقة في أيام 15، 17، 19، و21 من الشهر الجاري. قرر الاتحاد المركزي للكرة الطائرة انطلاق مباريات التجمع السادس والأخير من الدور الممتاز يوم 8 من نيسان المقبل في قاعة الشعب المغلقة، ويقف فريق البحر في الصدارة بعد نهاية مباريات التجمع الخامس الذي اختتم مؤخرا في قاعة البصرة الأولمبية برصيد 65 نقطة، يليه بمركز الوصيف فريق غاز الجنوب برصيد 57 نقطة، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث وله 56 نقطة. اتفق المكتب التنفيذي المسؤول عن لجنة التايكوندو مع اللجنة المشكلة لإدارة شؤون اللعبة على انطلاق البطولات المحلية مطلع الشهر المقبل موزعة بحسب المناطق الجغرافية، فيما سيتم تحديد الاستحقاقات الخارجية عقب الاتفاق على إقامة انتخابات اتحاد اللعبة عقب ختام بطولات الاتحاد المحلية. وكانت اللجنة الأولمبية قد شكلت لجنة في العام الماضي لإدارة شؤون التايكوندو حتى إجراء انتخابات اتحاد اللعبة. أخيرا، يواصل المنتخب العراقي للملاكمة تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي في إيطاليا تحت إشراف المدرب الكازاخستاني بولات استعدادا لبطولة آسيا التي ستحتضنها الصين في 29 من الشهر الجاري. ومن المؤمل أن يلتحق غدا الاثنين الملاكمين الذين تعذر عليهم الالتحاق مع المنتخب بسبب عدم استحصالهم على سمة الدخول ليشاركوا زملائهم في المعسكر الجاري، وبذلك يكون اتحاد اللعبة قد نجح بتنفيذ المنهج التدريبي للمدرب بولات.
شكرا لحسن المتابعة. هذه عودة لأسامة بعد الفاصل. ومن عالم الرياضة إلى ختام هذه الجولة الأخبارية، قبل الختام نذكر بأبرز العناوين. دولة القانون يؤكد التزام العبادي بآلية الاستحقاقات السابقة للكتل السياسية، والأحرار تقول إنها ستنسحب من الحكومة بعد انتهاء مدة 45 يوما. مكتب الصدر يصدر توجيهات بشأن الاعتصامات وتنظيمها، ويدعو لمشاركة جميع العراقيين والتعاون مع القوات الأمنية وعدم الاحتكاك بها. النزاهة النيابية تعلن هدر وتهريب 500 مليار دولار إلى خارج العراق، وتبدي موافقتها لشمول المفسدين بالعفو العام شريطة استرجاع الأموال. انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير جزيرة الخالدية، ومكافحة الإرهاب يحاصر وهيد ويخلي آلاف الأسر النازحة بعد سيطرته على تقاطع العقبة. شكرا لكرم المتابعة، نلتقيكم على خير.